في حلقة هذه الليلة نناقش بالبحث والتحليل هذين الملفين: المجلس العسكري وقوى التغيير يصفان محادثاتهما بالإيجابية، فهل يكونان على قدر الآمال المعقودة؟ بعد إعلان طرفي الصراع مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، ما الذي يعرقل حسم معركة طرابلس؟ اختار المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير عنوان الإيجابية لوصف محادثاتهما اليوم. وفقاً للجانبين، فإن اللقاء ركز على شكل المجلس الانتقالي والفترة الانتقالية، إضافة إلى عدد من النقاط التي لا تزال محل خلاف. هل يترجم التفاؤل إلى نتائج على الأرض تهيئ لمرحلة انتقالية واضحة الملامح في السودان؟ وإلى أي مدى يعطي لقاء المعارضة والمجلس العسكري رسالة بأن السودان يسير على الطريق الصحيح؟ وما تأثير الاجتماع على الشارع؟ نطرح هذه التساؤلات وغيرها على ضيوفنا، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. اجتماع رسمي بين المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، اجتماع وصفه طرفاه بأنه مثمر وإيجابي ومن الممكن البناء عليه. اتفق الطرفان على بحث كل النقاط الخلافية بدءا من مدة الفترة الانتقالية، مرورا بمسألة المجلس السيادي وحتى تفاصيل المجلس الانتقالي. بحمد الله وتوفيقه، سادت المفاوضات روح عالية جدا وشفافية كبيرة، وتم التأكيد على المسؤولية المشتركة وإعلاء قيمة الوطن. بإذن الله ستستمر المباحثات مساء هذا اليوم، ومتفائلون كثيرا بالوصول إلى نتيجة نهائية وإعلانها إلى الشعب السوداني في أقرب وقت ممكن بإذن الله. التقى المجلس وقادة الاحتجاج أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة. علقت قوى إعلان الحرية والتغيير اللقاءات مع المجلس العسكري، وكشفت عن خلافات جوهرية أبرزها ما يتعلق بتحديد الفترة الانتقالية بأربع سنوات، إضافة إلى تمثيل المجلس العسكري كمؤسسة من مؤسسات الدولة داخل مجلس مدني يتولى كامل السلطة في السودان. التطورات الجديدة تفتح بابا للأمل في الوصول لمرحلة انتقالية واضحة الملامح في السودان، خاصة بعد وعود من قادة الاحتجاج والمجلس العسكري بالتوصل إلى ما يرضي طموحات الشعب السوداني. للوقوف على تفاصيل المشهد في السودان، ينضم إلينا من الخرطوم الأستاذ عبود عبد الرحيم الخليفة، مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية. تحولوا إذن إلى بروكسل التي ينضم إلينا منها الأستاذ الدكتور عبد الله تية، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في بروكسل. دكتور عبد الله، كيف نفهم إذن وصف الإيجابية التي وصفت بها المفاوضات بين الجانبين من كلا الطرفين؟ في البداية شكرا على لقناة القطع على هذه الاستضافة، ومواصلة لنقاشنا لملف القضية السودانية. وحقيقة طبعا يمكن المستجدات الجديدة الآن في الساحة الاجتماع الذي تم ما بين المجلس الانتقالي، المجلس العسكري الانتقالي، والممثلين لقوى إعلان الحرية والتغيير والتجمع المهنيين. أنا بفتكر إنه الإيجابية يمكن يكمن الإيجابية في عنصر واحد، طالما باب الحوار مفتوح ما بين الناس هذا هو الإيجابية. لكن أنا بفتكر إنه ما زال المسافة بعيدة. أنا بفتكر يمكن أنا ذكرت في حديثي السابق في ما يخص إصرار المجلس العسكري في الاستمرارية في سيادة الدولة،
وإنها تمتلك كل الوضعية السيادية وعندها وهي دائرة تتنازل أو يعني ممكن بقية القوة يشاركوا في بقية المستويات الأخرى اللي هو المستوى التنفيذي والمستوى التشريعي. لكن أنا بفتكر إنه الإيجابي في إنه المجلس العسكري بيتحدث بإيجابية إنه هو على السعة والرحب في مناقشة كل هذه القضايا مع قوى إعلان الحرية والتغيير. فأنا بفتكر إنه الإيجابية فقط يكمن في سعة صدر المجلس في مناقشته. ولكن في لكن نفس الوقت لكن من أين المجلس أنا بفتكر إنه الشارع السوداني هذه الرغبة في شغل المواقع السيادية التي أشرت إليها رغبة المجلس العسكري بالطبع. يعني من أين جاءت ونحن لم ندخل بعد في تفاصيل المفاوضات بين الجانبين؟ لم يتم الاتفاق على التفاصيل سواء من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعني أعلن من خلالها عن المفاوضات أو من خلال اللجان التي تم تشكيلها. هو طبعا حصل يمكن تصريح من أول بداية تعليق التفاوض ما بين إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري. حدث يعني تصريح من الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي وتكلم فيه انه الجزء الخلافي ما بينهم وبين قوى الحرية والتغيير هو ما يخص القصة بتاعت القضايا السيادية. ما دون ذلك هم بيفتكروا انه ما كان في خلاف. الخلاف الثاني كان هو الموضوع الاول انه كان انه هو إعلان الحرية والتغيير هو الذي يمثل الشارع، ولكن هسه الان تم تجاوز هذا النقطة لانه تم اعتراف واضح من المجلس العسكري بانه هو إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين هم اللي بيمثلوا الشارع، وبالتالي ما في مشكلة أنا بفتكر في هذا الجانب. لكن ما زال المجلس العسكري يريد أن يستمر في إدارته للدولة على المستوى السيادي، وأنا بفتكر أنه هذا هو النقطة الخلافية الكبيرة، لأنه الناس كلها راغبة في أنه يكون هنالك حكومة مدنية. كفان عسكر السودان لم يرى أي تطور فيما يخص القضايا تحت الديمقراطية، كان في تكريس حكم السلطة في يد الشخص الواحد أو في العسكر، وفي نفس الوقت الحياة الديمقراطية والتطور فيه قاعد يقوم يعاق ويرجع دائما إلى الوراء. فأنا بفتكر إنه هذا هو المعضلة الحقيقية في إنه كيف يتم تجاوز هذه النقطة والذهاب إلى الأمام. الشيء الثاني، المجلس العسكري مصر على الفترة الانتقالية القصيرة اللي هو السنتين، وأنا بفتكر إنه زي ما أنا ذكرت في حديث سابق إنه في قضايا كثيرة بتحتاج إنه الفترة الانتقالية يرتبها. تفكيك الدولة العميقة يحتاج إلى زمن. المناقشة قضايا الحرب والسلام في مناطق جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور وغيرها من المناطق يحتاج إلى زمن. لا سيما في عدد من الحركات أو القيادات أو الحركات المسلحة ومن أو الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال على المستوى المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق هم ليس طرف في إعلان الحرية والتغيير، بل هم داعمين لهذا الحراك لكن ليس طرف، وبالتالي أنا أفتكر أنه في جملة من القضايا يحتاج نقاش. فمسألة الفترة الانتقالية في مدتها وكذلك الفترة السيادية أنا أفتكر أنها هي المعضلة الحقيقية بيكمل حسن نوايا المجلس الانتقالي في أنها تقوم تقدم تنازلات في هذه النقطة. إذا لم تقدم تنازلات ما هي الصيغ المقترحة هنا يا دكتور تية؟ ما هي الصيغ المقترحة لاحتواء أو تجاوز هاتين العقبتين؟ مدة الفترة الانتقالية، المجلس العسكري يتحدث عن سنتين والقوى إعلان الحرية والتغيير تتحدث عن 4 سنوات، فضلا عن مسألة الوزارات السيادية. بالنسبة أنا بفتكر أنه أنا طبعا يمكن شوية بحاول أشرح أكثر فيما يخص قصة القضية السيادية. هي ليس الوزارات، الوزارات هي سلطة تنفيذية ما فيها إشكال، لكن الكلام في مؤسسة الرئاسة في شكلها السابق، يعني شكلها السابق كان هو في رئيس الجمهورية، هذا الرئيس هو اللي عنده الصلاحيات في تعيين وإعفاء الوزراء والمؤسسة وتعيين الشاغلية المؤسسات الأخرى في صفة الممكن أعتبرها صفة دستورية. هذه هي المشكلة الآن. المشكلة ما في السلطة التنفيذية اللي هو الممثلة في الوزارات في إن أي وزارة تكون موجودة. فالمجلس العسكري يريد أن يكون هي المسؤولة من تعيين الحكومة أو من يعني الاعتماد بتاعت الحكومة واعتماد شاغلية المراتب الدستورية بشكل عام واعتماد ممثلي التمثيل الدبلوماسي للدولة، وهذه هي ما نعنيه بالمسألة السيادية. وده بيفتكر إنه الناس كلها بيفتكر إنها ما عندها استعداد، يعني سيادية الصلاحيات وليست سيادية الوزارات. لا، ليست سيادية الوزارات بل سيادية الصلاحيات، لأنه الآن ليس هنالك رئيس جمهورية وليس هنالك لأن السودان كان شغال بالنظام جمهوري وبالنظام رئاسة جمهورية، وفي مرات كانت شغال بالنظام رئيس الوزراء، ومعروف أنه كان رئيس الوزراء يتم
اختياره من داخل البرلمان في الحالات الديمقراطية. لكن دكتور تيا، طبيعة المجالس الانتقالية بشكل عام يعني في تاريخيا حتى لا تتيح لجهة داخل المجلس أن تنفرد بقرار سيادي أو غير سيادي دون الأطراف الأخرى. يعني هو شكل المجلس الانتقالي نفسه لن يتيح للمجلس العسكري أو لأعضائه هذه الصلاحيات. وطبعا مفهوم هذا الكلام، لكن أنا بفتكر أنه بعد انحياز المجلس العسكري وانحياز المؤسسة العسكرية للشارع والوقوف مع الشارع، جاء الدور في أنه المجلس العسكري يقبل بمقترح الشارع بتكوين سلطة سيادية مشتركة فيها وجود للمؤسسة العسكرية وبقية العضوية تكون من المدنيين. يعني حتى يكون القضايا الجوهرية والقضايا المصيرية للسودان لا يكون في قرار المجلس العسكري ولا يكون في قرار أحد المجلس. وبالتالي إذا تم التكوين هذا المؤسسة السيادية تلقائيا سينتهي دور المجلس العسكري، لن يكون هنالك مجلس عسكري مره اخرى، حيكون هنالك سلطه جديده يسمى بالمؤسسه السياديه يكون من اعضاء مدنيين زائدا وجود للمؤسسه العسكريه، وهذه السلطه السياديه هي التي تطلع بالدور السيادي في الدوله بشكلها المعروف اللي هو يكون بديل لرئيس الجمهوريه في الفتره التي كانت فيها رئاسه الجمهوريه بشكلها القديم. طيب مسألة مسألة مدة الفترة الانتقالية التي يطلب المجلس العسكري كما تفضلت بأن تكون سنتين، بينما المعارضة تطلب أن تكون 4 سنوات، هذه أيضا كيف يمكن حلها أو كيف يمكن الوصول فيها إلى نقطة وسط؟ وطبعا حيكون هنالك طالما المفاوضات مستمرة، التجمع المهني وهو إعلان الحرية والتغيير يعني مواصلة في إقناع للمجلس العسكري لمدى أو لأهمية هذه ال4 سنين، لأنه زي ما أنا ذكرت تفكيك الدولة العميقة الكونتها المؤتمر الوطني في 30 سنة لن يتم في هذه الفترة القصيرة، وبالتالي إذا الناس أصرت على هذه الفترة القصيرة لن يكون التغيير كامل، التغيير لن يكون كامل، وبالتالي سيظل جذور أو بقايا هذا النظام ومؤسساته العميقة قائمة وقد يؤثر على التحول الديمقراطي في مستقبل السودان. فلا بد انه الناس تطمن انه الارضيه يعني الارضيه صالحه لقيام انتخابات حره ونزيهه وزينت كل الاشكال النظام السابق وشكل المؤسسات القمعيه القديمه والمؤسسات الدكتاتوريه القديمه، وتم تكوين مؤسسات ديمقراطيه بانتقال سلس، وبالتالي ممكن الناس يمشوا للانتخابات وهم يعني على قناعه تامه انه هذه الانتخابات سيكون هي بداية التطور الديمقراطي في السودان. فلذلك لا بد هو إعلان الحرية التغيير والتجمع المهنيين من مواصلة النقاش لإقناع المجلس العسكري بمدى جدوى هذا الفترة الانتقالية. وأنا بفتكر أنه كثير من الناس حتى من هم ليس موقعين لإعلان الحرية التغيير متفقين مع المجلس مع هو إعلان الحرية التغيير والتجمع المهنيين في هذه الفترة الانتقالية المطروحة. طيب هل هنا دكتور تيا، هل تم التوافق على المدة أو السقف الزمني التي أو الذي سيستغرقها أو الذي ستستغرقها هذه المفاوضات للخروج بشكل يعني إلى حد ما واضح الملامح للمجلس الانتقالي ومن ثم تسليم السلطة إليه؟ يعني يبدو المدة التي تكلم عنها الاتحاد الإفريقي هنا وهي 15 يوما نحن الآن نتجاوزها تقريبا، ومن ثم تبدو الأمور بلا سقف زمني واضح. هو طبعا المدة اللي حدده الاتحاد الأفريقي ينتهي في يوم 30 أبريل، ما زال لدينا زي ما قالوا بضعة أيام 3 أيام ولا غيرها من الأيام، ولكن أنا بفتكر أنه إذا تواصلت الاجتماعات بوتيرة سريعة يمكن لقوى إعلان الحرية والتغيير والتجمع المهنيين مع المجلس الانتقالي العسكري في الوصول على عقل للملامح العامة وإعلان الاتفاق على شكل المرحلة المقبلة. وبالتالي أنا بفتكر أنه هذا المدة رغم قصرها لكن بدي مسؤولية إضافية أنه لا بد أن يسارع وتيرة التفاوض أو النقاش ما بين المجلس العسكري وتجمع المهنيين وهو إعلان الحرية والتغيير للوصول لاتفاق في هذه المدة المقبلة. طبعا هنالك تدخلات أخرى
ومحاولات لتمديد المدة للمجلس العسكري، ولكن أنا بفتكر إنه الشارع السوداني رافض كله أي محاولة. هناك مهلة يا دكتور عبد الله تحدث عنها مجلس السلم والأمن الإفريقي في القمة الإفريقية التي عقدت في القاهرة الأسبوع الفائت، تحدث عن مدة 3 شهور كمهلة للمجلس العسكري لتسليم السلطة. هو طبعا أنا بفتكر إنه هذا ما زال مقترح تم تقديمه، يمكن يكون مقترح تم تقديمه من الرئيس المصري السيسي وآخرين قد يكون هم داعمين لهذا المقترح، ولكن أنا بفتكر هذا المقترح يجد رفض من الشارع السوداني، وفي نفس الوقت إنه هذا المقترح مفترض يتم تقديمه للجنة المختصة في داخل مجلس السلم والأمن الأفريقي لمناقشة هذا القضية، ولكن بفتكر إنه هذا كل الشارع السوداني والنشطاء السودانيين هم في نشاط دائم حتى لا يتم تمديد أي فترة للمجلس العسكري الانتقالي. لا بد من الالتزام بهذه الفترة إذا كنا نريد أن يكون هناك مؤسسات ديمقراطية حقيقية، وأن السودان ينتقل إلى رحاب الدول الديمقراطية التي يعني الدول التي تريد أن تكون لديها أنظمة ديمقراطية ونتخلص من طب هنا يا دكتور عبد الله، هذا المجلس الانتقالي الذي يتم تكوينه وتشكيله بهذه السرعة، هل هو قادر على ملء الفراغ السياسي لقيادة السودان لمدة 2 أو 4 سنوات في هذه المرحلة الحرجة؟ طبعا في السودان لدينا عدد كبير من الكفاءات والخبرات والقدرات القادرة لأنه تضع لبنات لبناء سودان المستقبل. فأنا بفتكر أنه إذا كان المجلس الأول السلطة السيادية التي سوف تتم تكوينها فيها الوجود المدني بكفاءات المختلفة زائدا الوجود العسكري ببعض أعضاء المجلس العسكري الانتقالي يمكن تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي أول مراحله هو كيفية الاتفاق على إعلان حكومة تنفيذية وتكوين مجلس تشريعي. هذا المجلس التشريعي سيطلع على أنه يتم وضع الدستور الدائم للسودان ووضع القوانين التي تتماشى مع المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان لمستقبل السودان القادم. فأنا أفتكر أنه هنالك قدرات إذا يعني حسنت نوايا المجلس العسكري إنها فعلا هي انحاز من الشارع بشكل حقيقي من أجل تغيير ومستقبل أفضل للشعب السوداني. طيب ابقى معي دكتور عبد الله تية من بروكسل، أتحول إلى لندن مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد الأعيسر الكاتب والمحلل السياسي السوداني. أستاذ خالد، يعني كيف ترصد أنت هذا التعثر في المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على الرغم من وصف كليهما للمفاوضات بأنها إيجابية؟ التعثر هنا أي عدم الوصول إلى نتيجة حتى الآن؟ الواقع أن المشهد السوداني عليه الكثير من التجاذبات والتحفظات ربما لعدد من القوى السياسية أو بين عدد من القوى السياسية على خلفية التراكم الطويل لسيطرة حزب واحد لفترة على كل مفاصل الدولة السودانية، وهذا نتائج طبيعي لمدى حالة الاستقطاب والتشذي التي كان يعيش السودان، وبالتالي يعني هذه الأمور ربما تفهم في سياق هذا التجاذب والمشهد السوداني المتشذي. ولكن بالتأكيد هناك قرارات سواء كان من المجلس العسكري الانتقالي أو حتى من قوى إعلان الحرية والتغيير، وهذا الأمر ربما تكهن عنه البعض من فترة طويلة، ولكن يعني أقول أن الناتج الأكبر لهذا الصراع هو الغرض الذي أفلحت فيه الإنغاز طوال 3 عقود، وهي يعني الأحزاب السياسية والكتل السياسية السودانية. وهذا بالضرورة الآن نحن في بداية طريق طويل من التعسر، ولكن الذي يحدث الآن هو ربما يفهم في هذا السياق. طيب ابقى معي أستاذ خالد، أتحول إلى الخرطوم أو أعود إلى الخرطوم وأعود إلى الأستاذ عبود عبد الرحيم الخليفة مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية. أعود إليك أستاذ عبود ولعلك تسمعني الآن بوضوح. أستاذ عبود، كنت قد سألتك عن نقاط الخلاف هنا التي يعني حالت دون وضوح المشهد حتى هذه اللحظة. نعم، يمكن القول أن هناك نقطة خلاف أساسية عبر عنها متحدثون باسم قوى الحرية والتغيير، وهي تتحدث عن تشكيل مجلس سيادة مدني بتمثيل محدود للمؤسسة العسكرية، وهذا ما لا يجد القبول الكبير أو القبول المطلق
في أروقة المؤسسة العسكرية وحتى في بين المراقبين. الحالة المعروف أن الوضع الآن هو وضع انتقالي، والجهة الوحيدة التي تضمن استقرار الأوضاع والتعامل بحيادية مع الوضع هو المؤسسة العسكرية، والمجلس العسكري الانتقالي هو الذي يقوم بذلك. وكان تحدث عن عامين يقدم الوضع للانتخابات، وحتى أو أقل من عامين. لكن الواضح أن قوى الحرية والتغيير لا يرضيها ذلك، وتريد أن تقوم المؤسسة العسكرية بتسليمها زمام الأمور بتشكيل مدني يقومون هما باختياره وتحديد مشاركين فيه. هذا يتعارض مع المنطق العام، بحيث أنه المؤسسة العسكرية هي الضمانة الأساسية لأنها ترضي الجميع، ولكن قوى الحرية والتغيير هي مجموعة من المؤسسات، هو مجموعة من الأحزاب، وبالتالي الأحزاب خارج هذه المجموعة، وبالتالي لا يمكن القبول بسهولة بذلك الأمر. معظم الأحزاب حتى داخل قوى الحرية والتغيير أعلنوا عن أنهم لن يشاركوا في الحكومة، وهذا حكومة انتقالية، وهذا أمر جيد، بحيث أن القوى السياسية والأحزاب المشاركة الأحزاب التي تشكل هذه القوى وآخرين عليهم الاستعداد لمارسون انتخابي قادم. أي يعني حديث يعني عن حكومة تكنوقراط أو الانتخابات بعد المجلس الانتقالي المدني سيكون حكومة تكنوقراط فقط؟ هذا لو توافقت القوى والحرية والتغيير التي تتفاوض الآن مع المجلس العسكري الانتقالي، ولكن منذ الأمس عندما أعلن متحدث باسمهم عن تشكيل القائمة للتفاوض حدد مباشرة أن هذه الجولة للتفاوض لا علاقة لها بأي شكل من أشكال المحاصصات أو أي شكل من أشكال القبول باستمرار العسكر، وبالتالي هم يضعون سقفا محددا هو ذهاب المجلس العسكري بكلياته بتمثيل إذا كان رئيس المجلس العسكري البرهان وأحد وهم حددوا في أحاديث أخرى أن البرهان وحميتي يقبلون بهم في مجلس السيادة المدني المشترك، ولكن هذا يتعارض مع القيمة الكلية لإحداث التغيير الشامل الذي أودى بالرئيس البشير وحكومته. الآن مجلس عسكري انتقالي هو يقوم بزمام الأمور، مفترض أن يقوم بمهام السيادة. هذا المجلس العسكري نفسه الآن يتعرض إلى ضغوط من المعتصمين على محيط القيادة، وضغوط أخرى من قوى الحرية والتغيير، وبالتالي لم يقوم حتى الآن باستقرار يعني يساهم في إعادة الوتيرة الحياة السياسية والاستقرار. وبالتالي أستاذ عبود، هنا هل نستطيع أن نقول أن قوى إعلان الحرية والتغيير يعني رأيها موحد في هذا الاتجاه، أم أن في داخل القوى أو في داخل تجمع إعلان الحرية والتغيير يعني آراء مختلفة أو متباينة أو متعارضة؟ بما أنهم قد اتفقوا على تشكيل لجنة للحوار مع المجلس العسكري، هذه بادرة جيدة قد تساهم في رفع مستوى التفاؤل بالغد يعني. لكن المعروف أنه هذه القوى هي خليط من قوى سياسية مختلفة وعدد كبير جدا من الأحزاب والحركات، وبالتالي المتوقع أن يكون لها طموحاتها، وقبولها باتفاق على لجنة هذه مقدمة جيدة. نأمل أن ترفع وتيرة التفاؤل لإكمال المسألة، لكن استمرار التفاوض واستمرار الاجتماعات ووضعهم ووضع السقف لهم برفض المجلس العسكري كلية، هذا قد يتسبب في تعسر هذه المفاوضات وعدم الوصول إلى نتيجة قريبة. أنت أشرت إلى أن هناك اتفاق على لجنتين يتم تشكيلهما، هل لك أن توضح لنا هذه النقطة؟ تم الاتفاق داخل قوى الحرية والتغيير على لجنة بأسماء أعضائها، وهي اللجنة التي بدأت اليوم مفاوضاتها مع المجلس العسكري، وتتواصل الاجتماعات في مساء اليوم بعد كانت ظهيرة اليوم، والآن
هناك اجتماع آخر بعد قليل أعتقد، لكن المؤشر إنه هذه القوة يعني أيضا صحيح تتفق في كلياتها اتفقت على إزالة النظام وتتفق على 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 وضع حد للمجلس العسكري، لكن داخلها عدد من التباينات، وهذه التباينات قد تسبب في طول أمد المفاوضات مع المجلس العسكري عدم التوصل إلى نتائج قريبة، وبالتالي حتى لو توصلت إلى نتائج جيدة مع المجلس العسكري تتيح لهم تشكيل حكومة، سيعلم الشارع أن هناك صراعات حتى على مستوى تشكيل الحكومة على اختيار ممثلي القوى السياسية المختلفة في الحكومة المدنية القادمة، وبالتالي الضمان الأساسية أن يستمر المجلس العسكري بكلياته على أن يمنح الناحية المدنية لقوى الحرية والتغيير أن تختار ما تراه مناسبا لتقدم ما تراه. طيب دكتور عبد الله، حتى على الأقل ما رأيك السوداني ما رأيك في هذا التصور للخروج من مسألة وضع المجلس العسكري في المجلس الانتقالي السيادي؟ هو طبعا انا بفتكر انه زي ما تفضل المتحدث من الخرطوم في انه هنالك لجنه تفاوض تم تكوينه من قوى اعلان الحريه والتغيير وممثلين التجمع المهنيين، فهذا الاطار طالما في هذا اليوم هنالك اجتماعين تم اجتماع ينعقد في يمكن في ظهيره اليوم، وهسه حيكون هنالك اجتماع مسائي بالتأكيد كل مرة. أنا زي ما قلت الناس معولين على إنه المجلس قوى إعلان الحرية والتغيير لابد من إقناع المجلس العسكري إنه مطالب الشارع بيتحدث عن وجود سلطة سيادية مختلطة فيها تمثيل من المجلس العسكري، وأنا أتفق مع زميل المتحدث من الخرطوم فإنه التمثيل العسكري هذا لم هو إشكالية في حد ذاته، لأنه لم يعالج مشكلة التغيير الكامل باعتبار أنه جزء من هذه المؤسسة العسكرية هي جزء من القضايا الكبيرة ومن التاريخ المظلم اللي عملته المؤتمر الوطني وحكومة البشير. ولكن طبعا في عالم السياسة لازم أن يكون هناك هامش بتاع تنازلات، إذا افترضنا أنه الناس تنازلت هذه التنازل الطفيف لمشاركة رمزية للمجلس العسكري حتى الناس تتجاوز هذه المرحلة، فأنا أفتكر أنه مفترض أن يرد المجلس العسكري بقبول هذا المقترح الجيد حتى ننقل السودان إلى طيب مرحلة أخرى، مرحلة البناء خالد الدستوري خالد والبناء المؤسسي في لندن ومرحلة ما بعد أستاذ خالد الصورة. لماذا إذن يتمسك الشارع بخيار التصعيد من خلال التظاهر والاحتجاجات المتواصلة أمام مقر وزارة الدفاع إذا كانت الأمور في يعني في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه الإيجابي كما وصفها الجانبان؟ أنا حسب قراءتي للمشهد السوداني الشارع حاليا لا يجد نفسه وفق المنظومة التي تفاوض النظام، دعني أقول أن هناك حالة دفع شعبي مدفوعة بالتطلعات والتمنيات للانعتاق من الحكم الديكتاتوري الشمولي الذي يجسد نظام الرئيس عمر البشير، ولكن سيجد الشارع نفسه الشارع السوداني نفسه في مواجهة ربما هذه حسب يعني قراءتي للمشهد المتجاذب حاليا أمام مواجهة مع الحكومة التي سيتوافق حولها ربما هو إعلان الحرية والتغيير. لا يمكن أن تصل هذه القوة لوجوء لحكومة تكنوقراط أو كفاءات بعيدة عن الفعل السياسي أو الارتباطات الأيديولوجية المسيسة. لماذا؟ وبالتالي نحن أمام مغاربة صعبة جدا. لماذا أستاذ خالد؟ نحن أمام مغاربة صعبة جدا وفق المعطيات الموجودة على في المسرح السوداني. ولكي أقرب لك الصورة، ظللنا نتحدث عن قوى إعلان الحرية والتغيير وقبل ذلك هو يعني تجمع المهنيين السودانيين، ولكن الناتج الفعلي وهذه لا يريد الشعب السوداني أن يستمع إليها هذه الجزئية هي أن الذين ظهروا إلى صدر الأحداث الآن هم نخب سودانية معروفة بولاءات وممارسة سياسية عبر مظلات حزبية معروفة للجميع، وهذا ما ظن البعض يردد طوال الأشهر الماضية. التجمع المهنيين السودانيين يجب أن لا يقع في الخطأ الذي هو فيه الآن، وهو أن نقدم صفوف مجموعة من النخب والأيغورات السياسية التي ليس هناك توافق
سياسي كامل حولها. نعم. هذه الجرعة التي أتحدث لك بها السودانيين لا يريدون أن يسمعونها، يدفنون رؤوسهم في الرمال، وهذا هو الذي يطيل أمد التفاوض، وهذا هو الذي يمنح المؤسسة العسكرية الفرصة لكي تبغى في كرسي السلطة متزرعة بهذه النماذج من الوجوه التي تفاوض. نعم. أشكر أستاذ تجمع خالد. المهنيين السودانيين تجمع مهني كيان لمؤسسات على غتنالي. أشكرك خالد العيسر الكاتب الصحفي السوداني من لندن، وشكرا للأستاذ عبود عبد الرحيم الخليفة مدير تحرير صحيفة أخبار اليوم السودانية كان معنا من الخرطوم، وأشكر من بروكسل الدكتور عبد الله تية ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في بروكسل. مشاهدينا متواصلون معكم في وراء الحدث لهذه الليلة، ونتابع بعد الفاصل. بعد إعلان طرفي الصراع مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، ماذا يعرقل حسم معركة طرابلس؟ نفى الجيش الليبي الأنباء التي ترددت عن إمكانية تسلم طرابلس من المجلس الرئاسي سلميا. في الوقت نفسه أطلق طرفا الصراع مرحلة جديدة من العمليات العسكرية بهدف السيطرة على العاصمة. نتساءل بشأن هذا الملف، ما الذي يؤجل حسم المعركة؟ وإلى أي مدى أسهم إمداد المجموعات المسلحة في طرابلس بالسلاح لإطالة أمد المعركة؟ وما الطرف المستفيد من إطالة أمد هذه المعركة؟ ومع غياب الحلول السياسية، ما مؤشرات جديد المشهد في الأيام المقبلة؟ نطرح هذه التساؤلات على ضيوفنا لكن بعد هذا التقرير. مع دخول المعركة الشرسة بين طوفان الكرامة والبركان على تخوم طرابلس أسبوعها الرابع، يطرح السؤال نفسه، لماذا تأخر حسم المعركة؟ معركة طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي مستمرة، ويوما بعد آخر يضيق الجيش الوطني الخناق على الميليشيات المسلحة ويكثف عملياته العسكرية لانتزاعها من قبضتهم. وفيما تتواصل معارك الكر والفر بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني، يستميت كل طرف في حرمان الخصم من أي نصر سريع. وتتضارب الأنباء بشأن الوضع الميداني في محاور القتال جنوب العاصمة، ويؤكد كل طرف أن قواته تتقدم على خصومها وتحقق مكاسب على الأرض، في حين لا يبدو الحسم قريبا. وتعزو قيادات الجيش الليبي تأخر الحسم إلى حماية المدنيين والذين يقدر عددهم بنحو 3 ملايين مدني، مؤكدين أنه إذا لم يوضع المدنيون في الحسبان لكانت المعركة قد انتهت خلال أقل من أسبوع. في حين يرى مراقبون أن أسباب تأخر الحسم العسكري ترجع إلى تشكل تحالف من أطياف الميليشيات الليبية كافة في غرب ليبيا في خندق واحد، وذلك لمواجهة الجيش الليبي متناسية نزاعاتها السابقة، لإدراك أن سيطرة الجيش الليبي على العاصمة تعني كتابة الفصل الأخير لوجودها في ليبيا وفقدان الامتيازات ومصادر التمويل الهائلة التي منحتها لها الفوضى. أما آخرون فأشاروا إلى أن النافخين في كير الفوضى الليبية كثفوا من دعمهم خلال الأيام الماضية من خلال زيادة تمويل الميليشيات وإرسال عناصر مدربة وأسلحة جديدة ومتطورة إليهم، وذلك لمواجهة التفوق العسكري النوعي للجيش الليبي ومحاولة إنهاء امتلاكه للسماء وسيطرته على المعركة الجوية. ومن بين الأسلحة التي حصلت عليها الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق والتي قد تؤخر حسم المعركة، أسلحة الدفاع الجوي الأرضية سواء المثبتة على منصات أو المحمولة على أكتاف المقاتلين. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الجيش الوطني الليبي أن تحقيق النصر النهائي بات قريبا واحتمالية انتهاء المعركة قبل بدء شهر رمضان. ويتركز القتال العنيف بين وحدات الطرفين حول مدينة العزيزية، حيث يتمطرس الجيش في مطار طرابلس الدولي وقوات الوفاق في معسكر اليرموك، ويحاول كل منهما اختراق جبهة الخصم.
وعن تفاصيل المشهد الليبي ينضم إلينا من طبرق الدكتور فوزي الحداد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، ومن تونس الخبير في الشؤون الليبية الدكتور رافع الطبيب. مرحبا بكما، وأبدأ معك دكتور فوزي. دكتور فوزي، أطرح عليك سؤال الملف، يعني لماذا طال أمد الحسم إذن في معركة طرابلس حتى الآن؟ مساك خير وكذا مشاهديك الأكارم، والتحية أيضا لضيفك الكريم. الحقيقة هذا سؤال كبير وواسع، يعني ومدخل قد يكون كبير بالفعل للحديث عن سبب إطالة هذه الحرب. والسبب طبعا قد يكون معلوم لكن بتفاصيل صغيرة. أولها أن هناك إمدادات بكل تأكيد تأتي متزامنة مع بدء هذه المعركة إلى الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. هناك دعم كبير يأتي، هناك أيضا قدرة على التحشيد جاء ذكرها في تقريركم. كل الجماعات التي كانت تختلف أو المختلفة أو المتخاصمة معها مع بعضها في طرابلس اجتمعت اليوم، لأن دخول الجيش في طرابلس يعني إنهاء وجودهم جميعا، وبالتالي توحدوا في هذه المعركة. إذن هذه عوامل مهمة جعلت من هذه المعركة تطول. عامل آخر يتعلق بالجيش، يبدو الجيش غير مستعجل تماما في إنهاء هذه المعركة، يستخدم التقنيات التي تعود عليها في درنة وفي بنغازي المتعلقة باستنزاف الخصم في مناورات شد وجذب وكر وفر، ثم تنتهي المعركة بالانقضاض النهائي. حدث هذا في درنة طبعا، وحتى في بنغازي يعني في معركة القوارشة وفي غيرها. هذه الاستراتيجية يبدو أن الجيش يفضلها ويستخدمها على المحاور السبعة التي يطوق بها العاصمة طرابلس. في تصوري أن هذه العوامل الثلاث هي التي تمنع حسم المعركة حاليا، بوجود طبعا تحشيد كبير ليس فقط في داخل طرابلس، وإنما أشير أيضا للدعم الكبير الذي قاله اليوم قبل قليل، يعني ذكر الرئيس التركي مثلا إردوغان أنه سوف يسخر كل إمكانيات تركيا لمعركة طرابلس بالطبع ضد الجيش الليبي. إذن هذا تصريح مباشر ودعم مباشر لهذه المعركة، يعد أيضا عامل أساسي في تدفق الأسلحة، وبالتالي طيب. هنا طالت أمد هذه الحرب. هنا دعني أسأل الدكتور رافع، هل فيما قاله الدكتور فوزي ما يفسر لنا أو ما نستطيع به أن نوفق بين تصريحات متضاربة ومتعارضة من كلا الجانبين تتحدث عن تقدم لكليهما على الأرض؟ كيف يتقدم الجانبان على الأرض؟ إما خاسر أو يعني إما طرف خاسر وإما طرف متقدم بالفعل، كيف يكون الطرفان متقدمين؟ تحية لك ولكل المشاهدين، وتحية للصديق من طبرق الذي أصاب فيما قالوا، وخاصة أنه أكد على مسألة أن الجيش الليبي الذي تعود عبر معارك درنة ومعارك فزان ومعركة خاصة بنغازي أن يقوم بعملية القضم المجالي شبرا شبرا، وبالتالي التوصل في النهاية إلى المحافظة ما أمكن على مقدرات المدينة. نعرف اللي أكبر دعاية قامت بها المجموعات المسلحة وخاصة المجموعات الإرهابية في وقت من الأوقات هي تقديم عمل الجيش في بنغازي وكأنه كان عمل تهديمي للمدينة، وبالتالي لا يريد الجيش في طرابلس أن يتم استعمال هذه التهمة ضده. إضافة إلى شيء آخر لو تسمح لي أن أؤكد عليه، هو أنه الجيش الليبي له ورقات اليوم بدأ في إخراجها، وهذه ورقات استراتيجية وقد معناها تغير بشكل جذري المعركة ومسيرة مسار المعركة في طرابلس، ألا وهي إعادة تموقع الجبهات. نعرف أن اليوم الجيش الليبي بدأ يتحرك من الجفرة نحو سرت، وبالتالي المجموعات التي كانت ضمن البنيان المرصوص والمجموعات التي أتت من مصراتة وتوجهت رأسا نحو طرابلس حتى تقوم بإسناد المجموعات الإرهابية، اليوم أصبح ظاهرها مكشوفا. وهذا معطى أساسي وجدي يعمل عليه الجيش الليبي. إضافة أن المعركة التي تحدثتم عنها منذ حين وهي معركة العزيزية، هناك طرف ثالث منها لا يمكن أن نتغاضى عنها، والذي أعتبره شخصيا بيضة القبان في معركة طرابلس، ألا وهو الشعب الجماهير التي توجد
في أحياء طرابلس والتي ترحب بتقدم الجيش الليبي. وفي العزيزية الجيش سيتحرك ضمن معناها مجموعة بشرية هي حاضنة للجيش، وبالتالي معناها ستكون ستعين الجيش على التقدم داخل هذا الحي الكبير. إضافة أخرى هو أن هذه المجموعات سيادتك بكري معناها منذ حين قدمت المسألة وكأن هناك توافق بين المجموعات الميليشيوية في طرابلس. وهنا اسمح لي أن أبدي بعض الملاحظات. أولا هناك مجموعات داخل طرابلس أساسا المجموعات ذات البعد الشرطي الأمني التي تم تحييدها في هذه المعركة ولم تنخرط في هذه المعركة ورفضت أن تكون جزءا من الصراع ضد الجيش الليبي. أتحدث هنا أساسا على مجموعات قريبة من الردع أو مجموعات من النواصي. إضافة دكتور رافع لو سمحت المجموعة لي الأولى التي اصطدمت بالجيش يعني حتى محقها. أبقى في أسباب إطالة المعركة أتحول إلى الدكتور فوزي وأشير يا دكتور فوزي إلى فضلا عما تفضلت به قبل قليل البعض تحدث عن أنه طبيعة ودرجة تسليح ونوعية تسليح الميليشيات في العاصمة يختلف عنه في الشرق والجنوب ومن ثم فالمهمة أصعب بالنسبة للجيش. قد يكون يعني هذا الكلام إلى حد ما صحيح على اعتبار أن الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس كانت تتسلح طوال السنوات الماضية، هي كانت تحافظ على وجودها بغطاء شرعي من كل الحكومات وكانت تتدفق عليها الأموال وبالتالي تتدفق عليها الأسلحة من خلال حتى التجار المباشر مع تجار السلاح عبر البحر. أنت تعرف أن ليبيا مفتوحة على البحر المتوسط والبحر المتوسط مليء بتجار السلاح يعني حتى دون وجود أي غطاء رسمي، هذه التجارة معروفة وموجودة وواضحة وبالتالي الحصول على حتى أسلحة نوعية يعد متاحا ما دامت توفرت الأموال وتوفرت طرق التهريب. حتى أن بعض هذه الشحنات من الأسلحة تم القبض عليها بمعرفة بعض دول الجوار، وأقصد مثلا السفينة القادمة من تركيا التي تم احتجازها في اليونان وهي طبعا قضية معروفة ومشهورة. أضف إلى ذلك شحنات أخرى تم رصدها حتى من الأمم المتحدة التي قال عنها السيد سلامة يعني بلسانه أن هناك شحنات الأسلحة تصل إلى ميناء طرابلس. يعني كل هذه الأمور مكنت هذه الجماعات من أن تستقوي بأسلحة نوعية طوال هذه الفترة لأنها تعلم أن هناك معركة قادمة، تعلم أن اجتثاثها من تأثيرها السياسي في العاصمة طرابلس لا يمكن أن يتم سلميا لأن وجودها استمر طوال كل هذه السنوات بعد 2011 وعجزت كل الحكومات من ذلك الحين على أن تفتك منها هذه المواقع التي تحتلها أو حتى سيطرتها على القرار السياسي. حتى بدنا نرى يعني المجلس الرئاسي خاضع تماما لإرادة قادة هذه الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس، وكثيرا ما سمعنا عن كثير من الفساد، كثير من المخالفات، كثير من التأثير السياسي حتى على قرارات الدولة الليبية. بالتالي يعني تسوقا مع إجابة سؤالك في حدودها، نعم بالتأكيد هذه الجماعات تمتلك أسلحة ولا تزال تتدفق عليها حتى هذه الأسلحة لأن طيب. قضيتها هي قضية وجود. دكتور رافع ليست قضية معركة وتنتهي. فايز السراج قال قبل أيام إننا لا نطلب وقف لإطلاق النار بعدما كان يطلب هذا الوقف لإطلاق النار قبل ذلك، كيف يمكن أن نقرأ ذلك التصريح؟ قد يكون لسان فايز السراج هو الذي نطق بهذه الجملة، ولكن العقل الذي فكر في هذه الكلمات هو سيد فتحي باش آغا. لم يعد للسراج أي دور حتى نكون واضحين، السراج يتم المحافظة عليه فقط كمجرد واجهة مقبولة على المستوى الدولي، ولكن الحقيقة هو أن السيد باش آغا وكل المجموعة التي قدمت من مصراتة من رجال أعمال ومن قادة ميليشيات هي التي تتحكم اليوم في المشهد ولتدفع بقواتها نحو الصدام مع الجيش، وهي قوة الصدمة الحقيقية في هذه المعركة. ولذلك لا أتصور أن السيد السراج هو سيد نفسه أو سيد الموقف، بل عديد المعطيات تشير إلى أنه تم عزله وتم استبعاده من المعركة وتهميشه بشكل واضح. أعود لو سمحت إلى سؤالك الفارط حول مسألة تأخر الحسم.
الجيش الليبي يريد دفع الميليشيات خارج طرابلس خارج المناطق ذات الكثافة السكانية، لأنه يمكن استعمال لا طائرات ولا المدفعية الثقيلة التي هي تمثل عماد التسليح داخل الجيش الليبي، ويريد أن تكون المعركة في المناطق المفتوحة وخاصة في المنطقة الممتدة من بين طرابلس إلى الخمس وإلى مصراتة، وفي هذه المناطق سيكون الحسم. أنا من رأيي أنه لا يمكن للجيش الليبي أن يقوم بأي عمل يمكن أن يحتم البنية التحتية داخل طرابلس، هذه البنية التحتية التي تضررت كثيرا من عدوان 2011 ومن الحروب العبثية للميليشيات من 2011 إلى سنة الفارطة. وبالتالي المعركة كمعركة عسكرية حقيقية ستكون خارج طرابلس عندما يتم طرد الميليشيات شيئا فشيئا وتقسيم المدينة إلى مربعات يمكن للجيش الليبي أن يسيطر على الممرات داخلها، ثم يتم تنظيف وسحق المجموعات التي ستبقى داخلها. وهذه هي نفس التكتيك اللي ما لاحظناه في درنة ثم وفي بنغازي في السنوات الفارطة. طيب دكتور فوزي، الحسم كان يكون ممكن لو الجيش الليبي تعامل كجيش كلاسيكي وليس في حرب غير متوازية. طيب. دكتور فوزي، يعني في ظل أو في على 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 صحة فرض ما أشرت إليه من أن هناك أمدادات خارجية تقوي من شوكة هذه الميليشيات، تبدو إذن المعركة بلا سقف زمني وبلا أفق. والسؤال هنا، هل نحن في وارد تدخل من دولي أو إقليمي لحسم الموقف، ولا أقول حسم المعركة، لحسم الموقف في ظل غياب الحلول السياسية؟ يعني قد تطول بالفعل هذه المعركة شيئا ما، ولكن هناك يعني عوامل أخرى قد تؤدي إلى حسم المعركة على الأرض، أو قد يتم التوصل إلى شيء ما إلى تسوية سياسية، خصوصا إذا طالت هذه الحرب وإذا نجحت بعض المبادرات التي تسعى الآن إلى وقف إطلاق النار. هذه المبادرات حتى الآن لم تستوي، لأن المجتمع الدولي القوي وأقصد مجلس الأمن بالذات لم يتفق حتى الآن على أي صيغة لإنهاء المعارك. الجهد الآن محصور في بعض الدول فرادة أو مجتمعة كدول الجوار الليبي تونس وجزائر ومصر، لكن لا أعتقد أن هناك تأثيرا كبيرا لهذه الجهود في الوقت الحالي مع اشتداد المعارك. هناك كما قلت لك عوامل أخرى قد تحسم هذه المعركة، وهي التي ندعو الجيش إلى النظر إليها. فمعركة طرابلس أو الميليشيات أو المجموعات التي تتحالف ضد الجيش يمكن تفكيكها حتى من الداخل وعدم وضعها في سلة واحدة. هناك جماعات متطرفة، هناك قادة متطرفون بكل تأكيد، لكن هناك آخرون مسلحون في طرابلس لا ينتمون إلى الأيديولوجيا المتطرفة، وإنما هم يدافعون بحماس عن مصالحهم المهددة في العاصمة طرابلس. يمكن تحييد هؤلاء باتفاق ما، كما جرى الآن أو كما نجح الجيش في تحييد مثلا قوات البنان المرصوص حتى الآن التي لم تتدخل في الصراع الدائر، طبعا نتاج تحالف ما أو صفقة ما تم عقدها مع الجيش، وهذا جهد طبعا سياسي. هذا هو المأمول. يعني الجيش الآن نجح بالفعل في تحييد كثير من المدن طوق طرابلس، عقد معها كثير من الاتفاقات ما سمحت بدخول الجيش إليها بكل سهولة، وأصبحت حتى قواعد خلفية للجيش الليبي. أعتقد هذه عوامل يعني قد تحسم المعركة، بالإضافة بالطبع إلى استمرار هذه المعركة سيستنزف طبعا المجموعات المسلحة والميليشيات في طرابلس أكثر مما يستنزف الجيش الذي تعود طوال السنوات الأربع الماضية على هكذا على هكذا حروب. بالتالي يعني نعم. دكتور فوز الحداد، الكاتب والمحلل السياسي الليبي من طبرق، شكرا لك. وأشكر من تونس الخبير في الشؤون الليبية الدكتور رافع الطبي، شكرا لكم. وأشكر لكم مشاهدين حسن المتابعة، وألقاكم وحلقة جديدة من برنامج وراء الحدث. إلى اللقاء.